بعد أشهر طويلة من الانتخابات ما زالت أزمة تشكيل الحكومة آخذة في التفاقم حيث لم تفضي هذه الانتخابات عن أي حكومة جديدة أو عن بعض ملامحها بسبب التناحر والخلاف بين الكتل والأحزاب والميليشيات على المناصب والسلطة فها هو الزعيم دولة القانون نور المالكي يعقد المشهد المعقد أصلا داخل الإطار التنسيقي بإصراره على ولاية حكومية ثالثة في وقت وقت اعلن الاطار التنسيقي انه ازاح المالكي من بورصه المرشحين وفق ما اكد عضو الاطار علي شداد كاشفا عن وجود رغبه لدى ما سماه الخط الاول في الاطار التنسيقي بحصر الترشح للمنصب من الخط الثاني وابعاد الشخصيات المثيره للجدل عن الترشح من ضمنهم نور المالكي ولا سيما بعد التسريبات الصوتيه التي هاجم فيها المالكي ميليشيا الحشد وميليشيا بدر مهددا فيها بحرب طاحنه. في المقابل اعلن ائتلاف دوله القانون ان المالكي ما زال مرشحا لمنصب رئيس الوزراء على الرغم من عدم رغبه الاخير بالمنصب مكررا نفيه للتسريبات الصوتيه التي قال انها تاتي بهدف اثاره الفتنه واستهداف المالكي على حد قوله. اصرار المالكي على استلامه السلطه للمره الثالثه خلط الاوراق داخل الاطار التنسيقي وعاد بمرشحين اخرين الى السباق ولا بعد تسريبات بعوده هادي العامري الى سباق التنافس عقب ايام من انسحابه في محاوله منه لمنع المالكي فقط من الحصول على ولايه ثالثه بحسب مراقبين وعلى ما يبدو فان ازمه تشكيل الحكومه المقبله تواجه مازقا خطيرا على خلفيه حديث المالكي عن حرب شيعيه طاحنه في وقت يواجه العراق منذ عام 2003 وحتى الان ازمات سياسيه وامنيه واقتصاديه متفاقمه تضاف لهذه المنافسه المستمره للاحزاب والميليشيات على المناصب والسلطه.